in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. شركات الهواتف تبدع عندما يتعلق الأمر بالهواتف المتوسطة. من بداية هذه السنة حتى انتصافها رأينا وحوشاً بمواصفات وأداء يجبرك على التفكير مرتين قبل إطلاق عليها لقب متوسطة. إليكم أفضل 10 هواتف بسعر أقل من $500 للنصف الأول من السنة. البداية مع بوكو F6، يقدم شاشة ممتازة بدقة 1.5K بمعدل تحديث 120 هيرتز من نوع أموليد، تمنح المستخدم تجربة مشاهدة ولعب غنية بالتفاصيل، بالإضافة لحماية ضد الكسر والصدمات. يضم معالجا جديدا سناب دراجون S8. الجيل الثالث يقدم أداء رائدا، سيتوفر بخياري رام 8 أو 12 جيجا بايت مرفقة بسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت، وفي الخلف كاميرا رئيسية 50 ميجا بكسل بفتحة واسعة 1.6 مرفقة بعدسة ألترا وايد، في الأمام عدسة 20 ميجا بكسل وسعة البطارية 5000 ملي أمبير بقدرة شحن 90 واط. سعر الهاتف يبدأ من $380. شاهد مراجعتنا للجهاز. ثانياً، Infinix CT20 Pro أبقت على نفس تصميم الجيل السابق مع إضاءة LED قابلة للتخصيص واستعمالها في عدة نشاطات مثل الإشعارات والبطارية. يقدم شاشة AMOLED Full HD ومعدل تحديث عالي يصل ل 144 هيرتز. في العتاد اعتمدت نسخة Ultimate مع معالج Dimensity 8200 الممتاز للألعاب، مع خيارين من الرام 8 أو 12 جيجا بايت بسعة تخزين تبدأ من 256 جيجا بايت. في الخلف كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجا بكسل، وفي الأمام عدسة بدقة 32 ميجا بكسل. سعة البطارية 5000 ملي أمبير بقدرة شحن 45 واط. سعر الهاتف يبدأ من $270. شاهد مراجعتنا للجهاز. ثالثاً، Infinix Note 40 Pro و Pro Plus. Infinix فهمت لعبة الفئة المتوسطة ولا تفشل في إبهارنا كل مرة تصدر هاتفاً متوسطاً. يقدم برو بلس خيارين من الظهر حسب راحة المستخدم مع شاشة أموليد ساطعة ممتازة بمعدل تحديث عالي بمعالج ديمينسيتي 7020 المتوسط، رغم وجود منافسين أفضل برام 12 جيجا بايت لبرو بلس و8 جيجا بايت لنسخة برو. وتميز بتقديم عدسة رئيسية بدقة 108 ميجا بكسل وأمامية 32 ميجا بكسل، كما قدم مميزات أخرى يثنى عليها مثل صوت ستيريو ومستشعر بصمة أسفل الشاشة ودعم لقاعدة الشحن اللاسلكي الجديدة من إنفينيكس. كلا الجهازان ببطارية 5000 ملي أمبير مع اختلاف دعم سرعة الشحن. سعر برو $290 وبرو بلس $310. شاهد مراجعتنا للجهازين. رابعاً، بوكو إكس إكس برو. تواصل بوكو إبداعها في الفئة المتوسطة مع الجيل السادس من سلسلة إكس. شهدت هذه المرة نقل مستشعر البصمة لأسفل الشاشة بعدما كان مدمجاً بزر الطاقة. رفعت جودة الشاشة ل 1.5K لتجربة مشاهدة أفضل بألوان أموليد الرائعة والسطوع العالي. نسخة برو تعمل بمعالج ديمينسيتي 8300 ألترا برام 8 أو 12 جيجا بايت. في الخلف عدسة بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة 1.8 تدعم التثبيت البصري OIS، وفي الأمام كاميرا 16 ميجا بكسل. X6 Pro ببطارية 5000 ملي أمبير يبدأ من $300. شاهد مراجعتنا للجهاز. خامساً، Nothing Phone 2A. التصميم يتحدث عن نفسه بظهر اعتدناه فقط على Nothing دونها من الشركات الأخرى. يضم لمبات تضيء بأنماط مختلفة لتنبهك عند التوصل بالإشعارات أو عند شحن الجهاز وعدة أمور أخرى. بالمواصفات والأرقام يقدم صفقة رابحة للمستخدم بشاشة أموليد فول اتش دي بمعدل تحديث سلس وسطوع عالي يصل 1300 شمعة، وبعتاد قوي يضم معالج ديمينسيتي 7200 برو بخيارات رام تبدأ من 8 جيجا بايت وسعة تخزين 128 جيجا بايت. في الكاميرات قدمت عدستين بدقة 50 ميجا بكسل بينهما عدسة ألترا وايد، كما قدم سعة بطارية 5000 ملي أمبير بقدرة شحن 45 واط. سعر الهاتف يبدأ من $355. لمعلومات أكثر شاهد مراجعتنا للجهاز. سادساً، Honor 200. قدم تصميماً محدثاً جميلاً وواجهة بأطراف منحنية ومواصفات متكاملة لهاتف متوسط.
شاشة أوليد 6.7 إنش بدقة 1.5 كي بمعدل تحديث 120 هرتز، يعمل بمعالج جديد من كوالكوم سناب دراجون 7 الجيل الثالث، ممتاز للفئة المتوسطة في تنفيذ ومعالجة المهام بسرعة دون استهلاك الطاقة، مع خيارات رام متعددة من 8 حتى 16 جيجا بايت. في الخلف كاميرا رئيسية 50 ميجا بكسل بفتحة 2.0 وعدسة ثانية تيليفوتو بنفس الدقة تدعم التقريب مرتين ونصف، بالإضافة لعدسة ألترا وايد. وفي الأمام عدسة 50 ميجا بكسل. سعة البطارية 5200 ملي أمبير بقدرة شحن صاروخية 100 واط. سعر الهاتف 372 دولارا. شاهد تجربتنا الأولية للجهاز. سابعا، جالاكسي A55. كبير الفئة المتوسطة خرج هذه المرة بمصنعية أكثر صلابة وواجهة مقاومة للصدمات بزجاج غوريلا جلاس فيكتس. قدم شاشة ممتازة بسطوع عال ومعدل تحديث سلس ومناسب للألعاب. كما حدثت سامسونج المعالج إكسينوس 1480 بقدرات وأداء أعلى وأقوى من سابقه، مع خيارين من الرام 8 أو 12 جيجا بايت. وحدة الكاميرات لم تختلف عن الجيل السابق، لكن لا زالت قوية، وبالتأكيد المعالج الجديد سيحسن الصورة. سعة البطارية 5000 ملي أمبير بقدرة شحن 45 واط. سعر الهاتف 500 دولار. شاهد مراجعتنا للهاتف. ثامناً، جالاكسي A35. الأخ الأصغر لـ A55 بسعر أقل مع تضحيات قد يتقبلها أغلبية مستخدمي الفئة المتوسطة. قدم شاشة أكبر بنفس مواصفات A55 وحتى بنفس زجاج المقاومة. الفرق في المعالج باعتماد الهاتف إكسينوس 1380 المستعمل في A54 السابق. خيارات الرام تبدأ من 6 جيجا بايت وسعة تخزين 128 جيجا بايت. أخذ الهاتف من أخيه الأكبر نفس الكاميرا الرئيسية بجانب كاميرا ألترا وايد وسيلفي أقل دقة منه. سعة البطارية 5000 ملي أمبير بقدرة شحن 25 واط. سعر الهاتف يبدأ من 410 دولارات. شاهد مراجعتنا للهاتف. تاسعاً، تيكنو كامون 30 برو. تستهدف به تيكنو عشاق الألعاب بمعدل تحديث عالي وعتاد جيد جداً مقارنة بسعره المتوسط. الشاشة أموليد مقاس 6.78 إنش بدقة فول اتش دي ومعدل تحديث 144 هرتز، ويعمل بمعالج ديمنسيتي 8200 ألتيميت من ميديا تك بخيار رام 12 جيجا بايت وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت. وقدمت الشركة للمستخدم عدستين بدقة 50 ميجا بكسل، واحدة عادية والأخرى ألترا وايد، بالإضافة لعدسة مساعدة للعمق ستستفيد من نفس الدقة في الكاميرا الأمامية. سعة البطارية 5000 ملي أمبير بقدرة شحن 70 واط. سعر الهاتف 400 دولار. ترقبوا مراجعتنا للجهاز. عاشراً وأخيراً، ريلمي 12 برو بلس و 12 برو. بالتصميم الأنيق وخامة التصنيع الجلدية المريحة في الاستخدام، جمعت عائلة ريلمي في أحدث هاتفيها كل ما يطلبه المستخدم بسعر منافس. الهاتفان بشاشة ممتازة مناسبة للألعاب ومشاهدة الفيديوهات بجودة عالية. برو يعمل بسناب دراجون 6 الجيل الأول، وبرو بلس بسناب دراجون S7 الجيل الثاني. كلاهما يتيحان خيار رام 8 جيجا بايت، ولكن برو بلس يتيح خياراً أعلى 12 جيجا بايت. الاثنان يقدمان وحدة كاميرات قوية. 12 برو بلس بكاميرا تيليفوتو تدعم التقريب البصري حتى 3 مرات بدقة 64 ميجا بكسل. نسخة برو تدعم التقريب البصري مرتين بعدسة تيليفوتو 32 ميجا بكسل. سعة بطارية الجهازين 5000 ملي أمبير بقدرة شحن 67 واط. سعر برو يبدأ من 310 دولارات. نسخة برو بلس تبدأ من 360 دولارا. غير الهواتف المذكورة في القائمة توجد عدة هواتف أخرى في نفس الفئة السعرية تستحق الذكر، منها جالاكسي M55، جالاكسي M35، جالاكسي P1 برو، سوني إكسبيريا 10 VI، أوبو A3 برو، ريلمي 12 بلس، هواوي نوفا 12S، أوبو رينو 12 برو، أوبو رينو 11 برو، جوجل بيكسل 8A، تيكنو كامون 30 بريمير. ما هو أكثر هاتف نال إعجابكم في القائمة؟ وهل تتوقعون في المستقبل القريب انتقالاً كلياً من مستخدمي الهواتف الرائدة للفئة المتوسطة؟ شاركونا آراءكم أسفل في مكان التعليقات. موعدنا في حلقة قادمة من أفضل 10. إلى اللقاء.